يلا 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 نسرق ليلة من الأيام دي، الليلة اللي في بالنا لو بحلم بالجنة اوعى حبيبي تفوقني. عايز تكلمنا عن التحضير الالبوم جات ازاي، من امتى وبداته وعملته ايه بالظبط؟ هو احنا دلوقتي كان بقالنا فتره كبيره تقريبا 4 سنين ما عملناش البوم. احنا ابتدينا فكره رجوع وما دي موجوده طول الوقت، لان احنا ما انفصلناش، عشان بس في ناس كتير بتقعد تقول ان احنا انفصلنا وكده. لا، هي الفكره ان كان كل واحد مشغول في الشغل بتاعه، سواء على تمثيل او غنى او توزيع او كده، وفي نفس الوقت وما موجوده، بس نرجع ازاي وامتى وكده. ففي الوقت ده طبعا مضينا مع شركه هاي واي برودكشن ونجوم ريكوردز، وابتدينا تحضيرات الالبوم. تقريبا اخذنا 2 سنين على اختيار الاغاني نفسها، الكلام، الالحان، التوزيع، لان احنا كنا بنحاول ندور على فين الاغاني اللي نعملها اللي يبقى بيها وما بترجع بشكل مختلف، وفي نفس الوقت فيه الستايل بتاع وما موجود اوريدي. فابتدينا نعمل اغاني كتير، اخترنا من ملحنين كتير، واحنا حاجات عملناها وندر وزع الالبوم كله تقريبا ما عدا اغنيتين. الكلام طبعا تعاوننا مع شعراء جامدين جدا، وابتدينا نشتغل على الالبوم. بعد ما خلصنا المرحله دي كان في مرحله الاهم، هي مرحله الدعايه، ازاي نعمل فوتو سيشن كويس وازاي نعمل فيديو كليب كويس وكده. وفعلا الشركات يعني الشركتين يعني نجوم ريكوردز وهاي واي وفروا لنا الموضوع ده، ان احنا صورنا الفوتو سيشن، رحنا لندن صورنا الفوتو سيشن هناك والحمد لله كان كويس جدا، وبعد كده صورنا الفيديو كليب في اسبانيا، 2 فيديو كليب، اغنيه شمس بحر واغنيه على فكره. بيت افكار الاغاني اللي اشتغلتوا عليها في الالبوم، يعني انتوا من النوع اللي بتجيبوا الفكره وحد يكتبها ونشتغل عليها، ولا انتوا بتاخدوا الاغاني على طول وتقعدوا بقى تشوفوا الموسيقى بتاعتها؟ والله بص، هي كل اغنيه بتيجي بحالتها. يعني ممكن اغنيه تيجي بكلام الاول، تيجي خلصانه كلها على بعضها، زي مثلا الصيف ابتدى كانت كامله، كانت كلام ولحن وتوزيع، كانت خلصانه يعني، فقدناها زي ما هي. كان في فطومه مثلا، كانت بدايه فكره للكلام بس كانت لحن وتوزيع بس. فكل اغنيه بتبقى على حسب حالتها، مفيش يعني مش كلهم نفس الحاله يعني. سألتك يا شامي، ايه اكتر اغنيه تعبتوا فيها وانتوا بتسجلوا، قعدتوا فتره طويله تعيدوا وتغيروا فيها، ايه الاكتر اغنيه فيها؟ والله بص، احنا كنا علشان يعني دي حاجه برضو تكنيكال، كنا في الاول كده احنا كنا متسجل في الاستوديو بتاع نجوم ريكوردز. الاستوديو حاجه كبيره قوي، في امكانيات يعني مش موجوده في استوديوهات كتيره في مصر. فاكتشفنا ان عندهم 3-4 مايكات كده، فبدانا ان احنا نسجل على مايك، وبعد كده مثلا نادر يكتشف لا نوصله على حاجه فيطلع الصوت افضل وكده يعني، فنغني تاني. فمن اكتر الاغاني اللي احنا غنيناها تقريبا شمس بحر، لان ممكن مثلا لا يعني بعد ما بنخلص غناء نادر طبعا ومهندس صوت محمد اسماعيل بياخدوا الغناء بتاع كل واحد فينا للاغنيه كلها، فانت يعني الاغنيه بتتسجل 4 مرات، وبعد كده نادر بيبتدي يسمعهم، وبعدين مثلا يقول لي مثلا شامي لا انت في عندك حرف مش باين هنا، تعالى غني تاني، او فهمي مثلا عايز يعدل الحته دي او كده يعني. فالحاجات دي برضو بتاخد وقت، لان هو لازم يبتدي يعني يرتاح شويه، وبعد كده يبتدي يسمع تاني، وبعدين يبتدي يدي الملاحظات بتاعته وكده يعني، لو في حاجه عايز تعدل بنعدلها يعني. سألتك يا نور بقى عن أغنية فطومة، وعايزك تكلمني عنها، النجاح كبير حقيقته. وفي قبل كده أغنية كان اسمها فطومة الحميد الشاعري. ما هو بص، غنوة فطومة دي بالذات ليها ظروف مختلفة. الغنوة دي لحن عالمي، احنا شارين الحقوق بتاعته من رومانيا، وهم اوريدي الشركة واخدين برضو من عندنا غنوة، يعني عشان بس حد يقول لك اصل دي شبه ايه او ما اعرفش ايه، هي غنوة اوريدي احنا خدنا الحقوق بتاعتها وعملناها، وكانت فكرة مختلفة واللحن جديد علينا، لان كده كنا حابين نخرج شوية عن المألوف. لقينا اللحن ووزعها لنا ايهاب فاروق، والحمد لله كتبها لنا ايمن بركات قمر، طلعت غنوة جميلة جدا، وفي اللايف كمان من الاغاني المهمة قوي. وصلتك كلام عن البوستر الالبوم كلكم ما عدا نادر حمدي لبسه عادي، فكلمنا عنه ازاي؟ لا بص، عشان في ناس كتير قالت ان نادر لابس لبس مختلف في البوستر، بس دي جت بالصدفه، لان احنا كنا كل لوكيشن بنصور فيه فوتوغرافيا بيبقى ليه لبس معين، ف
من الصور اللي عجبتنا الوحيد اللي كان ده اللي نادر في لابس فيه مختلف، بس هي جت بالصدفة لان الستايلست كان حاطط لبس لكل اللوكيشن يعني بنصور بيه. واحنا برضو لو خدت بالك ان اللبس اللي احنا لابسينه في البوستر مختلف عننا، يعني احنا الستايلست كمان هي كانت واحدة انجليزية فكرت ان لا تعالى نعمل حاجة بشكل مختلف نروح في حتة تانية، والحمد لله طلع البوستر حلو يعني. احنا صورنا غير وشام صباح الحمد لله نزلت عملت نجاح كويس جدا. دلوقتي صورنا غير واسمها على فكره كانت في اسبانيا برضو، كانت غنوه من الاغاني الهاديه، غنوه ان شاء الله المفروض تنزل على اول الشتاء الجاي الدنيا بس اتبرد شويه، وعندنا ان شاء الله باذن الله 6 حفلات المفروض هنعلن عنهم امتى موعدهم يعني مع الشركه بتاعتنا، لان احنا لينا شكل معين في الستيج والاضاءه واللايتنج شكل سيت اب كده معين هيبقى موجود، وباذن الله الناس تتفرج على الفيديو كليب يعجبهم. ومبسوطين جدا جدا ان كنا معاكم وكل سنه وانتم طيبين، ميرسي جدا جدا، صباح الفل. Thank you.